السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبائي؟ اليوم هو اليوم الرابع والأخير في قصة أحبك يا شجرتي العزيزة. هيا بنا نكمل. هيا بنا الآن يا أحبائي نتابع قصتنا. وعلى الفور التصقت بالشجرة أكثر وأكثر. صرخت هي: إجاسة، ماذا حدث لك؟ ابتعدي من هنا ولا ترتكبي الحماقات. ولكنني قاومت بقوة لم أكن أنا نفسي أتخيل أنني أمتلكها، ولم تستطع أمي أن تنزعني من مكاني. أخذ المارة ينظرون إلينا في فضول ولم يفهموا ماذا حدث. وصل أبي أيضا وحاول بدوره أن يقنعني بكل الطرق: إجاسة، اسمعيني، أعدك أنه لا، كل شيء سيكون على ما يرام. غير صحيح. بدأ الناس يتوقفون ويسألون، وقال كثير منهم: الطفلة على حق. وعندما وصلت الآلة الكبيرة بالمنشار الكهربائي أخذت أصرخ: لن يمس أحد هذه الشجرة. وعلى الفور حدث شيء لم يكن متوقعاً. هيا بنا يا أحبائي نحلل المفردات. ما معنى التصقت؟ أي أمسكت. حماقات أي أخطاء. تنزعني تبعدني. المارة أي الناس الذين يمرون من الشارع. على ما يرام أي بخير. ما مفرد حماقات؟ حماقة. ما مفرد طرق؟ طريقة. هيا بنا لفهم المقروء. هيا بنا نقرأ القطعة باللون الأحمر ونحاول الوصول إلى العاطفة المسيطرة على إجاسة، ثم نتخيل أنفسنا مكانها. فماذا كنا سنفعل؟ هيا بنا نقرأها مرة أخرى. ماذا حدث لك؟ ابتعدي من هنا ولا ترتكبي الحماقة. ولكنني قاومت بقوة لم أكن أنا نفسي أتخيل أنني أمتلكها، ولم تستطع أمي أن تنزعني من مكاني. أخذ المارة ينظرون إلينا في فضول ولم يفهموا ماذا حدث. وصل أبي وحاول بدوره أن يقنعني بكل الطرق. ما العاطفة المسيطرة على الفتاة؟ من هذه الفقرة العاطفة المسيطرة على الفتاة هي حب الشجرة والخوف عليها من أن يقتلعوها ويقطعوها. ماذا سنفعل لو كنا مكانها؟ أنا لو كنت مكان الفتاة بكل تأكيد سأفعل مثلما فعلت، فهي تريد أن تحافظ على هذه الشجرة. نحن إذا أحببنا شيء لابد وأن ندافع عنه. هيا بنا نضع نهاية من توقعنا للقصة. ماذا سيحدث الآن بعد أن عرفنا كل هذا؟ هل ستقطع الشجرة أم لا؟ بكل تأكيد إجاسة لم تدع أي شيء يلمس هذه الشجرة، فهذه الشجرة لن تقطع. أنا أتوقع أن تكون النهاية سعيدة، سيتركون الشجرة ولا يقطعوها وسيسعد الجميع. هيا بنا يا أحبتي سريعا ننظر ماذا حدث في نهاية هذه القصة. احتضنني أبي وأمي
بينما كنت أحتضن شجرتي، وأسرع كل من حولنا ليحتضنوا أشجار الشارع، وأخذ الجميع يصرخ: لن يمس أحد هذه الشجرة. وكان هناك السيد صاحب الكلب أيضا يحتضن الشجرة التي أمامنا. كان كلبه ينبح بقوة. تراجعت تلك الآلة البشعة إلى الوراء ولم تظهر مرة أخرى. يوجد الآن مقعد أسفل أغصان صديقتي. وضعته البلدية لتطلب صفحنا. أجلس هناك كل يوم. عندما أعود من المدرسة، تحب شجرتي العزيزة صحبتي. أعرف أنها فخورة جدا بي، فقد أهدتني أمطارا من البتلات أجمل من السابقة. رقصت رقصة السعادة تحت تلك الأمطار. قال لي السيد صاحب الكلب: بارعة. ورقص كلبه معي. هذه هي نهاية قصتنا يا أحبائي. أولا، هيا بنا نتعرف على مفردات هذه الفقرة. ما مراد كلمة ينبح؟ النباح يا أحبائي هو صوت الكلب. صوت الكلب إذن هو النباح. ما معنى البشعة؟ أي شديدة السوء. صفحنا أي عفونا. جمع الآلة. ما جمع الآلة؟ الآلات. ما جمع مقعد؟ مقاعد. رقصة؟ رقصات. ما مفرد بتلات؟ بتلة. ممتاز. أغصان؟ غص. أمطارا؟ مطر. أحسنتم جميعا يا أحبائي. هيا بنا إلى فهم المقروء. كيف ساعد الناس بالشارع إجاثة؟ كما قرأنا يا أحبائي، كل من في الشارع أخذ يتمسك بالأشجار ولا يدع هذا المنشار يقترب من أشجاره. وهكذا ساعد الجميع في عدم قطع الأشجار الموجودة في الشارع. كيف تم تصحيح الوضع من قبل البلدية؟ ماذا فعلت البلدية في نهاية هذه القصة؟ اعتذرت البلدية لسكان هذا الشارع ووضعوا لهم مقاعد تحت أشجارهم لكي يسامحوا البلدية. وكانت هذه هي النهاية السعيدة التي أرادتها إجاثة. هيا بنا نتتبع مشاعر الطفلة من بداية القصة وحتى الآن. في بداية القصة كانت إجاثة سعيدة ومعجبة ومغرمة بهذه الشجرة، لأنها كانت شجرة جميلة بها أزهار كثيرة وجذعها مستقيم. ثم بعد ذلك انتابها القلق حينما سمعت صوت المنشار. بعد ذلك حزنت حزنا شديدا عندما علمت أن الشجرة ستقطع ولا شيء يمكنه أن تفعله. بعد ذلك الغضب حينما غضبت الفتاة ولم ترد أي أحد أن يقترب من الشجرة. وفي نهاية هذه القصة كانت مشاعر طفلتنا المحبوبة الفرح والسرور والسعادة بعدم قطع هذه الشجرة. هذه هي يا أحبائي نهاية قصتنا. نتعلم من هذه القصة يا أحبائي: أولا، لابد أن نحافظ على أصدقائنا دائما، أن نقف دائما بجوار أصدقائنا في وقت المحن. هذه الأولى. الثانية، الأشجار والأشياء الخضراء التي تنفعنا لابد أن نحافظ عليها، مثل ما حافظت إجاثة على شجرتها العزيزة. أشكركم يا أحبائي، لا أريد أن أطيل عليكم. شكرا لكم، شكرا جزيلا. مع السلامة يا أحبائي.